الرابع من أركان الإيمان. هاي ركن تيبون نحن ركن إيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تروجي توجمبوه بندان نبي نع أنبياء تنقاه. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. هاي ين تروجي تابوكي كجين لكروب توجمبوه الله بمن ين ترو كروب توجمبوه بوكي لاي. ورسل لا يكذبون. هاي بندان بوكي تنو من يي بمحو رجع من يي كه لاي. وأن الله أرسلهم. هاي الله تعالى جنة دار بنجاه بوكي ما وأوحى إليهم هاي الله تعالى بان بدل وحي ما بوكي وأيدهم بالآيات هاي الله تعالى بان براب أم بي بوكي نورار الآيات أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها هاي بوكي نن أعنى وات نو أوي دال الله تعالى بان بدل ونصحوا الأمة هاي بوكي جنة دار أم بي ونيو ريكو نأسيحات تجبوه بناء أمار ربه بوكي وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه هاي بوكي أنوات نرال بركان هذا الله تعالى برا أي بوكي بدل تجبوه أمار نن أمبيو نير بوكي أسكال الله وجاهدوا في الله حق جهاد يعني أتوا بجميع أنواع الجهاد بذلوا كل ما لديهم من جهد في نشر هذا الدين بوكي كم برنج براين تن كم لن كاي جد بوكي بوبي كروب أبساء دمبي أمبيو نير ريكو دعوة بندا أمات أمات تنو أي إيمان جيتو جمبو الله سبحانه وتعالى أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام هاي نبي منك بنقاك آدم عليه السلام أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام هاي رسول منك بنقاك نوح عليه السلام خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هاي نبي شنكراك نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر هاي نأنا هذا بتنكلون تا فيه كي نبي ريكو جي رسول كراوي أمبي نبي محمد كي باق براحتن